كسبه حرام، اللي صارع نفسه شهور لغايه ما قفل وربنا اعانه، يا كان زمان قبره ولا عليه الوقت لو ما كانش سابه، ويفتكر اليوم اللي اتعرض عليه الالتزام وقعد يتردد ويتذبذب وربنا اعانه، وتفتكر يوم ما اشترت نقاب وقفلت عليها باب اوضتها وقعدت تلبسه وتقيسه قدام المرايه وتبص لنفسها، انا ينفع انزل بيه؟ لا لا لا، وتقوم قلعاه، شويه ترجع تاني تلبسه وتبص لنفسها، وشويه تقلعه، لغايه ما في الاخر قررت ولبسته ونزلت، يفتكر الحمد لله يا رب انك ثبتني يا رب، الحمد لله. امراه يا جماعه سوداء راحت للنبي عليه الصلاه والسلام، قالت له يا رسول الله اني اسرع اني اسرع، فاسال الله، اسال الله ان انا اروق يا رسول الله، ان انا اشفى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ان شئت دعوت الله لك فشفاك، الله قادر، وان شئت صبرت ولكن ايه؟ ولكن الجنه. الجنه اول ما سمعت كلمه الجنه، الجنه قلبها اتقلب، عقلها اتقلب، كيانها اتزلزل، الجنه لا يا رسول الله، الجنه يا رسول الله، اصبر ولي الجنه، تصبري وليك الجنه. ايوه انا عندي 20 سنه وجوايا شاب وعايز اتجوز، شاب عايز اتجوز وقدام 10 سنين على الاقل، اعمل ايه؟ اصبر ولك الجنه. انا بحب واحده ونفسي ان انا اكلمها ومش قادر، كل ما اسيبها ارجع لها، اصبر ولك الجنه. انا خايفه ان انا البس نقاب ولا ان انا اشتغل في الدعوه وسط صحبات احسن حد يتكلم عليا، اصبري ولك الجنه. انا بعمل معصيه مش قادر اسيبها، كل ما اسيبها ارجع اقع فيها تاني، اعمل ايه؟ اصبر ولك الجنه. انا التزمت بقالي فتره، اصحابي بيتكلموا عليا كلام، بيتريقوا عليا، وانا نفسيتي بتتجرح من الكلام عليا، اعمل ايه؟ اصبر ولك الجنه. وانا بقالي اسبوع بقوم الليل وخايفه ما استمرش، اعمل ايه؟ اصبري ولك الجنه. اصبروا ليكوا الجنه يا جماعه، صفقه، صفقه مع الملك، الجنه اعظم صفقه مع الملك، تصبروا وتاخدوا الجنه، نصبر وناخد الجنه يا اخوانا. قالت له يا رسول الله، فادعوا الله الا اتكشف. خلاص يا رسول الله، بس ما انكشفش، مش اللي بتشتري فستان ب 400 جنيه عشان تفصل جسمها وهي ماشيه، ده بتقول مش عايزه تتكشف وهي مريضه وغصب عنها ومش بايديها. هنصبر ولينا الجنه يا جماعه، هنصبر. ابو الدحداح، النبي عليه الصلاه والسلام كان فيه غلام يتيم، كان له حته ارض كده صغيره وكان عايز يصورها بسور، فكان في نخله لواحد جنبه مش هينفع السور يجي غير لو خد النخله دي، فراح للي جنبه قال له اديها لي، قال له لا، الرسول قال له اعطيها له ولك نخله في الجنه. لا لا، ابو الدحداح سمع كده، نخله في الجنه؟ جنه انا بايدي ان انا اخد نخله في الجنه؟ كان عنده بستان 600 نخله وبيت وعين، يعني عزبه، راح للراجل قال له تاخذ بستاني وتعطيني النخله؟ الراجل قال ده بيفكر ازاي ده؟ موافق. راح لمراته طلعها، ما رضاش يدخل جوه العزبه ده، طلعها ليه؟ قال لها بعتوا البستان بنخله في الجنه، كان ابنها في طمرايه في بقه رمتها من بقه وقالت له ربح البيع. يا ابا الدحداح، لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال كم من عتق رداح لابي الدحداح في الجنه. ابو الدحداح كان ممكن يشتري النخله ب10 نخلات، ولكن هو حلم حياته الجنه، لو حطيت رجلي في الجنه خلاص خلصت. الجنه يا جماعه، الجنه يا اخوانا، الجنه، الجنة عايزين نشتغل لها ونعمل لها. هتعملي ايه؟ هتعمل ايه؟ ناوي على ايه؟ هتطلبها ازاي؟ طالب الجنة لازم يبقى طالب علم عشان يعرف الطرق اللي توصله للجنة. طالب الجنة لازم يقوم الليل ولو ساعة كل ليلة. طالب الجنة لازم يصوم اثنين وخميس. طالب الجنة لازم يذكر ربنا ليل نهار. صورة الانسان اللي احنا من وحي اياتها بنتكلم وبنسترسل الليلة، بعد ما كلمتك عن الجنة قالت لك ثمنها اهو، واذكر اسم ربك بكرة واصيلة، طول النهار ذكر، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. والليل قيام، ثمن الجنة، هندفع ثمن الجنة ولا لا؟ أبو دجانة دفع ثمن الجنة إنه طرس النبي بجسمه في أحد، خالد بن الوليد دفع ثمن الجنة إنه يوم ما مات كان مفيش حتة في جسمه مش متقطعة بسهم أو رمح، عشان شهادة عملية على صدقه في طلب الجنة. مصعب بن عمير طلب الجنة واشترى الجنة بإن جسمه اتقطع حتت تحت الراية في أحد. طلحة بن عبيد الله ادى شهادة عملية بانه عايز الجنة لما دخل يدافع عن النبي بجسمه في غزوة احد، وما فيش ما بينه وما بين المشركين حد نهائي، النبي وراه والمشركين قدامه. هتدفع ايه ثمن الجنة؟ هتدفع ايه ثمن الجنة؟ هنعمل ايه يا اخوانا ثمن الجنة؟ انا كنت عايز اقول كلام كتير قوي الليلة، ولكن للاسف يعني خلاص يا اخوانا الوقت خلص، رزقنا خدناه. اخر حاجة عايز اقولها لكم، اللي هيتحرم من كل النعيم ده هو ربنا يعافينا، لما ينزل القبر بتاعه يا نهار ابيض، ينزل القبر ربنا يفتح له باب يشوف كل اللي احنا وصفناه ده اهو، يشوفه كله، ينبهر، يذهل، يتوه، ايه ده؟ ايه كل ده؟ ثم يسمع هذا كان مقامك في الجنة لو كنت اطعت الله.
كل ده كان هيبقى بتاعك لو كنت اطعت الله. هذا كان مقامك في الجنه لو كنت قمت الليل، لو كنت تبت الى الله، لو كنت تعففت عن اي علاقه مع اي رجل، لو كنت انسان امين في حياتك، لو كنت تورعت عن اكل الحرام، لو كنت صمت اثنين وخميس، لو كنت ذكرت الله، لو كنت اشتغلت في الدعوه الى الله، لو كنت عملت لدين الله، لو كنت كفلت بمالك وثروتك الفقراء والمساكين. هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله. يا ريتني اطعت الله. يجري على الجنه يوم القيامه يتجنن وحيل بينهم وبين ما يشتهون، الملائكه تمنعه، ممنوع ممنوع، خلاص انتهت القضيه. كان قدامك الفرصه في الدنيا، هنعمل ايه يا اخوانا؟ هنعمل ايه عشان الجنه؟ هنسعى ليها قد ايه؟ وسعى لها سعيها، سعيها السعي بتاعها اعدت خلاص موجوده. مين المشمرين للجنه؟ نبدا بقى، سابقوا الى جنه، سابقوا سارعوا. مين فينا هيسابق وهيسارع؟ بكده بفضل الملك الجليل العظيم انتهينا من سلسله بدايه الهدايه، سلسله الجزء 29 اللي اي واحد ملتزم جديد بدايه جميله ليه انه يبدا زي ما الصحابه بداوا. كانت فكره ربنا سبحانه وتعالى الهمها لينا وربنا ثبتنا لغايه ما الفكره خلصت بفضل الله. سلسله الجزء 29 بدايه الهدايه، الصور اللي الصحابه اتربوا عليها في الاول نتربى احنا كمان عليها. خلصنا السلسله وفي الغالب ان شاء الله السلسله الجايه باذن الله في القريب هتبقى عن ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما اتكلمنا عن الاخره بقى في ال 29 نتكلم عن الملك الجليل العظيم، قلوبنا تتزلزل بقى زي ما المنبر اتزلزل والرسول واقف عليه يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. الثلث الاخير من الليل بيبدا الساعه 1:30 في مصر، يعني المغرب الساعه 8 والفجر الساعه 4، ما بينهم 8 ساعات، الثلث الاخير ساعتين، 3 ساعات الا ثلث، يعني 1:30 بيبدا. مش عايزين نضيع دقيقه بقى يا جماعه، مش عايزين نضيع دقيقه الليله، 1:30 يعني احنا بدانا في الثلث الاخير فعلا، يعني الملك متنزل دلوقتي، يعني الوقت لما هنقول يا رب دعائنا مستجاب باذن الله سبحانه وتعالى. يلا يا رجاله، يلا يا رجاله، لسه شهرين على رمضان، وشهر رمضان ناخدهم قران بقى وقيام وعباده، نخرج من رمضان ابطال رجاله. اللي هيستثمر الثلاث شهور دول زي ما ربنا قال فاذا فرغت فانصب، المعظم الوقت مخلص الكليات، فرغ انصب بقى، اتعب في القران وفي القيام وفي العباده وفي طلب العلم وفي التجويد عشان نخرج من رمضان نقله ضخمه في حياتنا. اللهم لك الحمد، اللهم اتم علينا.